اليوم باش نوصلوا صوتنا بأننا وصلت بينا العظم كما كنقولوا بالعاميه ديالنا ما بقاش عندنا فين نصبروا هاد القرارات اللي كتخرج على الجمهور ديال فريق الجيش الملكي يعني راه تجاوزت جميع الأعراف المتفق عليها ولا هذه زعما ولينا حنا كنحسوا براسنا أننا حنا كاين واحد التمييز عنصريه بمعنى الكلمه كاين واحد العنصريه حنا الجامعه من هنا من هذا المنبر ديالكم حنا ما بغيناهم لي ما بغيناهمش يعطيونا شي حاجه اللي ماشي ديالنا حنا باغينا العدل والانصاف جماهير ديال الفرق كدير الشغب كتعاقب بغرامات ماليه حتى حنا عاقبونا بحالنا بحال الجماهير اللي دار الدن بيستاهل العقوبه حنا ماشي ضد ماشي مع الشغب ولا اي حاجه اللي دي حنا ضدها ولكن بغينا غير تكون العدل والمساواه هادشي اللي كاين وبزاف الجمهور ديال الجيش الملكي وفارق ديال الجيش الملكي راه محقور من الجامعه ديال السي القجع راه عيق علينا بزاف لا من البرمجه لا من التوقيت ديال ديال الماتشات غالبا كنلعبوا في الثلاثه الاربعه يعني بزاف جينا اليوم كجماهير عسكريه بعد البيان الذي اصدرته المجموعتين من اجل ايصال صوتنا لرموز فساد كره القدم الوطنيه اليوم كما يعلم الجميع فسيطره ما هو سياسي والراس مال على كره القدم الوطنيه جعل جعل كره القدم تخضع لمبدا المحسوبيه والزبونيه اليوم احنا كجماهير عسكريه جئنا لايصال صوتنا ضد الفساد وضد الحقره وضد المعاناه اللي كنعانيوها قرارات عشوائيه، قرارات انتقاميه ضد جماهير فريق الجيش الملكي. أه، نحن اليوم نود ان نقول لكل المفسدين ولكل رؤساء الفساد، أه، لكل الراسماليين الذين يسيطرون على الانديه الوطنيه لكره القدم والذين يودون اقبار نادي الجيش الملكي، أه، نحن كجماهير عسكريه لن ندع هذا هذا الزعيم يمضي وحده وشكرا. اليوم جينا باش نساندوا الاخوه ديالنا في كورفاتشي اللي إحنا معهم في اي قرار كياخذوه ياخدوه لان عارفين انهم باغيين المصلحه العليا للفريق ثاني حاجه جينا نديروا العمل ديال الاداره النائمه والمتواطئه لان كون كانت كدير الاداره الخدمه ديالها ما كانوش الاخوان غاديين يخرجوا اليوم وكانوا غير يتسناو الخطوات القانونيه ما دارتهاش إحنا كندوا بهذه الجامعه اللي ولات تخلطت فيها الحسابات الشخصيه مع المصالح الشخصيه مع جبر الخواطر لان هذا القرار كيبين انه كان عن طريق جبر الخواطر من بعد ما ان بكاء ديال واحد الناس فضروري كان الولي ديالهم الغير الشرعي يدير واحد رد فعل وخدا لهم لهم بحقهم الغير المشروع بالنسبه لي انايا يعني. كنظن اليوم كنشير ان سيبوزفور زفور رئيس المصلحه مصلحه الرياضه في مديريه الامن العام الوطني اليوم كيعترف ان جمهور 90 كيلومتر جنوب الوليد الشرعي كنعاود ناكد عليها انهم هما اللي فتحوا هرسوا الباب بالنسبه لي انا اعتراف من السلطات العليا الله خصنا حقنا يرجع لينا الشهوب كيف ما قلت من قبل انا يا راه كان الكراكاج ديش ملكي لو فون كيمشي في واحد الاتجاه ما كانش ولكن هما ملي سمعوا الشمع ديالهم حنايا هما مشات الرؤيه وما كان حتى شي قرار الحاجه الثانيه كان بلاغ اول ديال الجامعه كتقول بالله راه الاحداث وقعت خارج ملعب وهذا كيعني ان ما يمكنش تدخل الجامعه كنتفاجئوا ان اليوم الموالي انهم كيصدروا قرار و صحفيين هو كان صحفي واحد اتصاب ماشي تا بروجيكتير عن قصد ولكن كانوا الاخوان فرحانين تقصد عن قصد كان اجسام غريبه ما كيناش في القانون تقول لي اجسام غريبه حدد اشنو هي الاجسام انت كتلعب على المصطلحات باش تخليها فضفاضه باش كل واحد كيتخيلها كيف بغا الاحزاب السياسيه اثرت على الكره بواحد الطريقه كبيره بزاف يعني ولاو كيتخذوا قرارات في واحد الوقت اللي هو ما يمكنش وسابقه سابقه من نوعها في الكره الوطنيه ان قرار يتخذ مع 12 ديال الليل ويدي فيزا قبل الماتش ب 48 ساعه والبيتري محلوله يعني هنا ولينا كنشوف واحد العشوائيه وواحد الارتجاليه في اتخاذ القرارات اشنو هو لوبجيكتيف من عند هاد الناس واضح وباين لوبجيكتيف هو اقبار الزعيم لان فين ما كيشوفوا الزعيم رجع البوديوم ولا كينافس على اللقب كيديروا لي شي حاجه وسبحان الله العظيم زعما واش هذه مفاجاه ولا مدبره فين ما كنلعبوا مع فريق جمعيه الحليب كيوقع لنا هذا المشكل كل سنه كنلعبوا معاه كيوقع لنا هذا المشكل ما يمكنش حنا ديما نبقاو عايشين يعني انت كنطلبوا من الناس المسؤولين خاصه الناس ديال الامن والناس ديال البرمجه انهم ياخذوا هذه المقابله بعين الاعتبار في السنوات المقبله <applause>